لاحظوا هالرواية احنا دائما نقراها بس ما نتدبر بها على ضوء هاي البصيرة القرآنية الكريمة. علي مع الحق والحق مع علي، ليش النبي قال يدور معه ما قال يجي يمشي مستقيم؟ ليش يدور؟ الناس يشوفون الأمير المؤمنين عليه الصلاة مشى بدرب آخر. ذاك الإنسان يرى أنه ليش أمير المؤمنين سكت ما يفتهم، يقول تضرب زوجته أمامه شلون يسكت خلاف الفتوى والرجول، ما يفتهم هذا. بس صور الصراط المستقيم يعني واحد بس يفتح صدره ويتعارك ويا الناس، لا، الصراط المستقيم ورضا الله سبحانه وتعالى. فإذا قيدته وصية من أخيه فعليها أنه يلتزم، عليها أن يلتزم. أي شيء يحدث فليحدث، أكبر ضامة في الكون تحدث بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله تضرب ويهتك حريمه، يصبر يصبر. صعب جدا، لكن هذا هو الفخر، هذا هو البطل، هذا هو أسد الله الغالب اللي يستطيع أن يدمر كلهم بحركة السيف. لكن الصراط المستقيم مو هذا، الصراط المستقيم رضا الله، رضا الله سبحانه وتعالى هو المحور وهو المدار وهو الملاك. مو أنه تكون حاكما أو تكون، قد يكون الإنسان في ظلم المطامير وهو على صراط مستقيم.